صارت فترتين مكثفين برشا. فترة سميتها أنا بعد الأزمة سميتها النكسة، وتوا مرينا إلى أتحس هي النكبة. النكسة علاش؟ النكسة بدأت من بعد الانقلاب، وبدأ يعيط القضاة رؤساء المجالس وكيفاش معناها كريمو، معناها لقاءات مهينة نعتبرها تمس من استقلالية القضاء، وبدأ يأثر على القضاء. ومن المواقف الشهيرة وقتها لما قال بخصوص سياسي بعيني، مش لازم نسمي الأسامي، فاسد لكن محكمة التعقيب برأته، والسياسي يجب أن يتأنى ويتحفظ عن الحكم سياسيا على ملف، وخاصة أنه يبعد الشك في ثقة المواطن، يأثر على ثقة المواطن في القضاء. إذن والقضاء بدأ يضعف، وبدأ بداوا يخافوا القضاة، بداوا يخافوا. بعد بدات تصعب الأمور، وصارت المرور من النكسة إلى النكبة، لما ويظهر لي هو العنصر المحدد الرأي متاع الجلسة العامة متاع المجلس على القضاء اللي خرج يظهر لي في جانفي ديسمبر جانفي 2021 حول الرفض الكبير والكلي والمؤسس للجنة الصلح الجزائي، لما اعتبر أني في كلمتين المسألة القضاء بتركيبته كاملة 45 30 قاضي 8 محامين و7 الباقين خاصة فيهم خبراء المحاسبين وفيهم الجامعيين، أكدوا أنه هذه ستؤسس إلى محكمة استثنائية جوريديكسيون ديكسيبسيون ما فيهاش حقوق الدفاع. 2 سيفرغ فعليا القطب القضائي والمالي من وظائفه، وثالثا يمس من مسار القضاء القضاة اللي هو حكر على المسألة على القضاء، ورفض كليا المشروع. اذا وبالنظر اللي قيس سعيد حلمه هي 3 أو 4 افكار منهم الصلح الجزائي، فانتفض وبعد شهر او شهرين قرر، ولهنا يزيد اذلال شكلي ورمزي ومضموني للقضاء، لما أعلن في الليلة الفاصلة ما بين 6 و7 فيفري على حل مسألة على القضاء، وصل قمة دولة لا قانون، هذه ما تدرس أن الكلمة الرئاسية أصبحت قانونا. كيفاش؟ أعلن حل مسألة على القضاء من غدوة صباح نهار الأحد، تسكر عليه بالقفل مصدر القانون إلا بعد، وهو المرسوم. ما يحسب بار كونتر مثلا للنظام بن علي وبورقيبه الله يرحمهم الزوز بطبيعه الحال، اللي فما على الاقل شكليا ما يصل على القضاء اللي مش موجود تو. وفما حاجه اخرى هامه، دائما كانت جرعه من القضاة في المجلس الاعلى منتخبون. حاله الموظفين والامنيين كانوا يتعزوا من اجل ارائهم، فما يساريين فما نقابيين لكن خاصة الإسلاميين. نأكد لك اللي بكلهم تقريبا ربحوا القضايا متاعهم، لكن فما حاجة ضمنيا ما غير ما كانت مكتوبة، اللي نحكموا كما نحبوا ما يقلقوا ناشي، لكن في الإعلام وجوهكم ما نراهمش. وقت اللي وقع عزل القضاة، ونذكر بحالة أنتم صغار ما تعرفوا هاشي، القضاة الشبان عملوا إضراب عام 85 وقع عزلهم، وقع الغاء قرار العازل، قرارات العازل. الفترة الثانية جات الثورة وصارت فوضى، وقمنا برشا أخطاء، وفشلنا فشل كبير في الانتقال القضائي، الانتقال الديمقراطي القضائي فشل كبير. والسبب الأساسي خاطر وقتها نحن نقرروا حتى مصيرنا نحن، وقتها بالنسبة لي القضاة وهياكل الممثلة لي هم السبب الرئيسي. بعد تعكرت الأمور لما انقسم القضاة والسلطة السياسية النهضة أساسا، ومن بعد لحقت نداء تونس، استغلوا المسألة هذية وقع إرساء سيكون أبيل كوميونيمو قضاء البحيري، ولات قضاة كاريمو معناها سياسيا ساعة ساعة تلقى بيانات متاع هيكل متاع قضاة، كتنحي جمعية القضاة ولا نقابة القضاة تقول حزب سياسي، نحي الاسم برك، وزاد التسييس كبر
زاد تعفنت الامور خاصه بملف الشهيدين. كانك معارض سياسي برا اقعد اخمر وقضيه فوق قضيه فوق قضيه، يستحيل كان واحد عنده قضيه برا. بالنسبه للمعارضين السياسيين ومعارضي الراي، بالنسبه للاخرين اللي ما بين السياسه ورجال الاعمال، حط رنخ هذيك زاد قضيه فوق قضيه فوق قضيه. بالنسبه لهذوما اذا اقعد رنخ سيقع ترنيخك في المرنقيه والا في منوبه، ومجبر تقعد الى ما لا نهايه له، على خاطر المشكله في المجله الجزائيه وهذا شيء دوخ. اذا كان كملت التحقيق ديجا في وضعية احتجاز غير قانوني بالنسبة لتأمر عمل الدولة، وقدمنا قضية جزائية احنا مجموعة المحامين ضد دائرة الاتهام مديرة العدل رأسا. بالنسبة للأخرين خرجت فترة التحقيق دائرة الاتهام وقاضي التحقيق تمشي للدائرة الجنائية، في بالك نجم تقعد مربوط إلى ما لا نهاية له. أكبر علامة متاع دولة القانون ودولة الاعتباط هي صدور أحكام لم تتجرى عليها لن نهضة لأن دا تونس لا بورقيبه لا بن علي، عدم تنفيذ احكام المحكمه الاداريه بخصوص القضاء، خاطر صارت قبل قرارات عازل وكل الانظمه السياسيه رجعت الا منظومه قيس سعيد. حكيت لك سيتزال، راهو لك سيتزال باش نعطي كل واحد حقه. يستحيل بالنسبه لي قيس سعيد في ملف زيد الزيادي يكلم القاضي ولا يستحي، لكن يعطيك لورينتاسيون، يقول لك والله الهواء جاي بارد من ريانا، واضح ولا؟ دونك اللي جاي من ريانا الكل وقف، وكي يقول لك باب شويقه راهي بنينه، افهم جاي باب شويقه صيب، لهنا تجي غياب الضمانات للقاضي. المحامي كي تظلم يحس روحه مظلوم ولا ما وقع تتبعه تعسفيا يمشي لدار المحامي وعندها هي والقاضي الفوتر جوست كي تحكم كون عادل. اي عندنا احنا ضمانات معروفه وفي المعايير الدوليه ضمانات هيكليه وضمانات وظيفيه. الضمانات الهيكليه ما يستاهل القضاء هو يسكب دو ماكارير ماكش انت ترد ولا القاضي عمرها ما صارت، راهو القاضي يعزل مباشره من قيس سعيد، راهو وقت بورقيبه كانت تتغلب على الاقل فما مجلس اعلى وعندك الحق تطعن، لهنا ما عادش فما مجلس اعلى يعزل وحده ويمنع الطعنه كما على القضاء وما عندكش استقلاليه وظيفيه باهي. والجمعيه ولا الهيكل النقابيه فما اللي خاف قاعد كان جمعيه تقاو الجمعيه رئيسها فينو تو انس الحمادي فينو؟ انس الحمادي رفعت عنه الحصانه وموضوع تتبع قضائي جزائي في الكهف. شكون الضمانة؟ أنا قاضي بطل عندي زوج صغار وعندي كرا وعندي الليزينغ متاع الكهرباء ولا متاع البورتمان، باه يعملوا قرار عزل ولا حتى بمذكرة ولا حتى يبعثوا بوليس يحط لك بلج يسكر لك البيرو. إي هم ناس تظلموا توا يساسيو ويلحقوا فيه يخدموا. العباد اللي يحبوا قيس سعيد مش موجودين، كلهم فيرتوال قاو يطنبوري في فيسبوك. لا بروف المحاولات الكل نتاع التابعه فشلوا فيها، هو وحده ما يقبل حتى سلطه مضاده. المؤسسات اللي تابعه الدوله بكلهم دجنه ويؤتمرون بما يقوله قيس سعيد همسا او صراحه. بالنسبه توا على مستوى السياسي والدستوري عندنا واحد برك يحكم وهو يجسد الشعب. اللي يقلقوا مبدئيا حاجه برك هي السلطه المضاده، السلطه المراقبه اللي هي اولهم شكون؟ اقوى مؤسسه اللي تنجم توقف هي القضاء. يا اخي تنجم انت على ما تهز واحد الحبس القضاء، باش تسكت معارض مش صحافي سكت ولا الاتحاد العام لتنسيق الشغل هو القضاء. اذا لي كونت بوفوار الكل هتكهم بدا بالاقوى اللي هو القضاء، ومن بعد مره المجتمع المدني وتوا الاعلام. دابور حريه التعبير نتاع هو كي نهار حاب ينتقد حاجه ينجم برشا ناس مواطنين ما نعرفوهمش في 54 مشدودين تو
اولا. اثنين كي تتعرض لظلم شكون باش يتكلم عليك انت؟ ما احنا الاعلاميين المجتمع المدني نرفعوا لك قضايا باش نرفعوا لك صوتك. اثنين. ثلاثه كيف راو بعض الفاسدين يخدموا مع المنظومه، الفاسدين مفهوم القانوني مش مفهوم الاخلاقي، وهما محميين. كي يعفسك هذاك شكون باش تشكي؟ شكون اللي باش يراقبك الفاسدين هذومك بالمفهوم السياسي والمفهوم القانوني وباش يقاومهم؟ هو الاعلام الحر والقضاء الحر. اذا نهار اخر كي تعفس راه ما تلقى حد يدافع عليك. We'll be right back.